يعني انا مثلا بدي احكي لك عن نفسي، انا كنت في مدينه عنادان بال2011، الاخر 2011 نزحنا على كفر حمراء، ومن كفر حمراء رجعنا على عنادان، بعدين رجعت نزحت على الدانة، بعدين على دار تعزي. انا بالنسبه لي كشخصيا يعني رجعت بعدين على تقاد وعلى عنادان، ورجعنا بالتهجير الاخير نزحنا هون على الدانة. الاماكن اللي نزحنا عليها كلها فيها عنف، بس مثلا بدرجه اقل من المكان اللي انا كنت فيه، لاني وقت بلش النظام يستعمل العنف صار في اصابات، ونحن ما عندنا مشافي، ما عندنا مراكز طبيه، فنحن عملنا باكثر من مكان مركز طبي مثلا اسعافي، يعني قدر الامكان لمعالجه الناس. فعملنا مركز طبي وقتها بعنادان، عملنا مركز طبي بكفر حمراء، وقت اللي رجعنا نزحنا من كفر حمراء رجعنا بآخر نزوح، وقت اللي انتقلنا على تقاد من شي 3-4 سنين نقلنا المركز الطبي على تقاد. طبعا نحن المراكز الطبية اللي أنشأناها بكل أوقات النزوح بكل الأماكن اللي اشتغلنا فيها يعني كانت بعمل طوعي من الأطباء اللي معنا، من بعض الممرضين. طبعا كان في ندرة يعني بالممرضين بالكوادر الطبية، لأن الغالبية في منهم نزحوا وفي منهم هاجروا لبرا سوريا، وعانينا طبعا كتير من موضوع قصف المنشآت الطبية. طبعا ما في يعني مكان، ما في منطقة بالمناطق المحررة إلا انقصف المكان الطبي، يعني كانوا دائما يقصفوا المشفى الميداني أو النقطة الطبية ويقول لك هون في إرهابيين، هون في مقرات، وهون في مسلحين. هذا الحكي كذب، النقطة الطبية معروفة، المشفى معروف، هدول الأمور كلها معروفة ومعروفة دوليا، يعني أنه هون في مشفى، هون في مركز طبي، هون في. أنا وصلت 9:15 لقيت حيث المستشفى منهار، يعني القصف جاي على القواعد تبع مشفى أطباء بلا حدود، هو على الطرف الجنوبي تماما من معارة النعمان. لقيت المشفى منهار فوق رفات، حقيقة أنا صدمت كتير، ما يعني ما بقى أعرف شو بيطلع مني معي كلام. رفقاتنا ومرضانا وموظفينا يعني ممرضين والناس تحت الأنقاض في المستشفى، فوقفت على طرف وبعدين بدأت بدي اطمئن على المستشفى ونتعامل مع الجرحى مع الناس نقدر، وبدأت الناس تتوافد على المنطقة. بعد تقريبا 3/4 ساعة من القصف الأول، الساعة 9:10 بعد 45 دقيقة قصفوا المستشفى كمان قصف مزدوجي، فقدنا 9 عناصر من المستشفى و16 مريض ومرافق، في ناس مرضى عنا ماتوا على الأسرة فرحانين بشفائهم وأمور تمام على سريرهم ماتوا، وخاصة المرضى اللي بالطوابق السفلية، الطابق الأرضي الأبو والطابق اللي فوقه. لأن المعنى أنه أنت تأخذ رعاية طبية من عنا من معارة النعمان بالذات، معناها أنت ممكن تعرض للموت أو تتعرض لإصابة، يعني بيكون أنت بمرض بسيط بيصير مرض معقد، فكل المشافي تنقصف حقيقة، وين ما سووا موقع سووا مشفى انقصف، فشيء كتير منه كتير حقيقة. إيه مشروع شهيد الحقيقة، حقيقة مشروع شهيد. اليوم العامل للرعاية الصحية سواء الممرض البسيط أو الفني أو الطبيب أو طبيب اختصاصي أو الجراحين أو الإداريين في المشفى، كلهم هذول مشروع شهيد، عم يعرف حاله أن هذا ممكن يتعرض لقصف. لأن حقيقة في ليلة 20/12/2019 تقريبا من سنة وشهرين تماما، قصف هائل جدا، يعني واضح أنه يعني كأنه تهجير الناس حياة، قصف عنيف جدا. البلد كلها صباح الجمعة 20/12 خرجت، حياة خرجنا من المدينة وما في حدا من المدينة بقي أبدا، فتتخرب المدينة حياة تخريب حقيقي، يعني هذا حياة شيء مؤسف حقيقة.